أهلا بكم. يستمر تدهور العملة الوطنية وانحدارها إلى مستويات قياسية مع بلوغ قيمة الدولار الواحد ما يقارب 380 ريالا. يقابله ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية في المدن اليمنية، وهو ما يفاقم الحالة الاقتصادية المتردية أساسا بعد عامين من الحرب. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب هذا الانهيار وتأثيراته على الوضع الاقتصادي في البلد، والمعالجات التي اتخذتها الحكومة للحد من هذا الانهيار وإنقاذ العملة الوطنية. يستمر الريال اليمني منذ أشهر بالانحدار في قيمته التي بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق، ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا الانحدار سيستمر لفترة طويلة ويبلغ مستويات أخطر في ظل بقاء الظروف القائمة الآن وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا التدهور. يرجع هذا الخبراء هذا التراجع في قيمة الريال إلى سياسات الميليشيا المتضافرة مع مضاربات تجار العملة الذين يرتبطون بها بشكل أو بآخر، كما أن الأمر أيضا عائد إلى دخول الطبعة الجديدة من العملة في حين لا يتوفر غطاء نقدي أجنبي كافي، مع استنزاف الميليشيا لكل الاحتياطي النقدي وتوقف الصادرات نهائية. إلى أين يمكن أن يصل هذا الهبوط في سعر العملة، وما هي تأثيراته، وكيف تكون مواجهته؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها على ضيوفنا، لكن بعد أن نتابع هذا التقرير. انهيار آخر في سعر العملة الوطنية يقود الأزمة الاقتصادية القائمة في البلد إلى مرحلة أصعب في ظل عجز الحلول عن الحد من تأثيرات هذا الانهيار. وسجل سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي مستويات قياسية جديدة هي الأدنى منذ عقود، حيث بلغ في السوق السوداء ما يقارب 380 ريالا للدولار الواحد. هذا الانهيار في سعر العملة رافقه ونتج عنه صعود كبير في أسعار المواد الغذائية في البلد، وهو الأمر الذي يهدد ما بقي لدى اليمنيين من قدرة اقتصادية في مواجهة أزمة إنسانية خانقة تعصف بحياتهم منذ عامين بفعل الحرب. تشير التقديرات إلى أن هذا الهبوط في سعر الريال ناجم عن سياسات سلطة الميليشيا التي أدت لاستنزاف الاحتياطي النقدي للبلد قبل نقل البنك المركزي للعاصمة المؤقتة عدن، بالإضافة إلى مضاربات تجار العملة الذين يعملون تحت أنظار سلطة الميليشيا ويرتبطون بها ويسهمون في تمويل حروبها. كما يشير اقتصاديون إلى أن طباعة العملة الجديدة والتي بلغت قيمتها 400 مليار ريال كانت سبباً إضافياً في هبوط سعر الريال في ظل عدم وجود غطاء من العملة الأجنبية، وهما تحاول الحكومة تلافيه من خلال البحث عن مساعدات وودائع مالية من المؤسسات النقدية الدولية، وهي ذاتها المطالب التي حملها الرئيس هادي معه للعاصمة القطرية الدوحة للبحث عن وديعة بمليار دولار للحيلولة دون انهيار العملة الوطنية، إلا أن ذلك قد لا يحدث في وقت قريب، وهو ما يشير لأن الريال قد يواصل هبوطه في المرحلة الراهنة في ظل استمرار السياسات الكارثية التي ارتكبتها سلطات الميليشيا والتي لا تزال تلقي بتأثيراتها السيئة على الحالة الإنسانية في البلد. ينضم لنا الآن من الرياض الخبير الاقتصادي عبد الكريم العواضي. مساء الخير أستاذ عبد الكريم. مرحبا سيد عبد الكريم. إذا ما بدأنا بالتحدث عن الأسباب المباشرة وراء تراجع العملة الوطنية مقابل الدولار، ما هي أهم هذه الأسباب؟ التراجع لم يكن صراحة مفاجئ، التراجع حصل في وقته وصراحة سوف يستمر التراجع، لكن الأسباب كما جاء في التقرير ليس السبب هي طباعة الحكومة الشرعية مبلغ 400 مليار ريال، لا تنهار عملة الدولة 50% بسبب طباعة 2 مليار دولار أو مليار ونص دولار. هذه المسألة بصراحة، البلد انهارت منذ احتلال ميليشيات العاصمة صنعاء. نتكلم على تقريبا ما يقارب حوالي 18 مليار دولار بدون خزانة تم سحبها من قبل الميليشيات عن طريق البنك المركزي. قامت الميليشيات تأخذ جميع الأموال هذه وتحويلها للعملة الصعبة. فيجب الآن حمل الحكومة الشرعية على مبلغ 2 مليار دولار مرتبات أنها هي السبب. غير صحيح. بالإضافة أن الميليشيات طبعت نقود من قبل بمبالغ كبيرة. قامت بتحويل كل ما لديها من نقود بريال يمني أكثر من 3 تريليون ريال. للعملة الصعبة يعني مجارب حالة 18 مليار دولار، فالنتيجة تحملها الميليشيات وليست الحكومة الشرعية. طيب نحن الآن لم نسأل أو لم نتحدث عن من يتحمل هذه المسؤولية، نتحدث عن ما هي أهم الأسباب التي أوصلت الريال اليمني إلى الوضع الذي هو عليه الآن. دعنا نحل الأسباب. السبب الأول، قامت الميليشيات بأخذ تحويل جميع الأموال التي قامت بنهبها من مؤسسة الدولة إلى العملة الصعبة.
حيث هي تتوقع العملية الانهيار، فمن أجل أن تحافظ على مخزونها أو ثروتها قامت بعمل تحويل جميع الأموال إلى الدولار والباقي سلة العملات الأجنبية، والمبالغ التي تتكلم عليها تصل حوالي إلى 3 تريليون دولار. وتكلم محافظ البنك المركزي الجديد قبل تقريبا 6 أشهر بهذا الموضوع. هذا السبب الأول. السبب الثاني توقف التدفق النقد الأجنبي تقريبا النصف. النصف الأول هي عائدات النفط والغاز. النصف الثاني تحويلات المغتربين اليمنيين مدفوعة مستمرة. صحيح أن هناك تراجع في الخليج في عملية التحويل، لكنها لم تتأثر بشكل كبير. إذا وضعنا السبب الرئيسي الصراحة، وقلت عملية الاستيراد أيضا باستخدام العملة الصعبة بسبب سوء وضع اليمنيين، لم تعد هناك صراحة واردات كثيرة لليمن بالعملة الصعبة. فالموضوع إذا حددنا السبب الرئيسي هي تحويل الميليشيات جميع مدخراتها إلى العملة الصعبة التي قامت بنهضها مؤسسات الدولة. إذا تحويل الميليشيا لجميع مدخراتها للعملة الصعبة، لكن هناك من يتحدث أن هناك أيضا أسباب وراء هذا التراجع تتمثل في نوع من المضاربة بالعملة. يقف وراء هذه المضاربة يعني مضاربون يرتبطون بالميليشيا وأيضا يمولون حربها، هل يمكن يعني وضع هذا كأحد الأسباب أيضا؟ يمكن صراحة جميع الواردات من اليمن تتم عبر البنوك، والبنوك لديها اتفاقيات مع البنوك السعودية والخليج عن طريق تحويلات المغتربين. فيقوم المغتربين بوضع فلوسهم في البنوك السعوديه بالذات والخليجيه بشكل عام، وتتحول الى حسابات البنوك اليمنيه في الخارج، وتتم عمليه سحب الاعتمادات والبضائع. المضاربه اللي تمت هي الميليشيات قامت بتحويل جميع ما قامت بنهضه الى العمله الصعبه. نتكلم على اكثر من 3 تريليون ريال يمني، كل ما في السوق اخذته. مجهود حربي، ضرائب، جمارك، مرتبات المواطنين، الدخل اليومي للنفط والغاز وشركات الاتصالات، كل شيء بصراحه، كل شيء تاخذه تقوم تحوله للعمله الصعبه، وهذا بصراحه ما جعل الريال يهبط 50%. المضاربه تحصل على 1% 2% عندما تحصل مضاربه، عندهم على 50% انهيار وسوف يستمر. المبلغ اللي قام تحويله كالمشيات فلكي، والزمت الصرافين جميع الصرافين بتسليمها العمله الصعبه. يعني انت تتحدث الان استاذ عبد الكريم ان السبب المحوري الذي يعني وفقا له تدهور الريال إلى هذا الشكل الذي هو عليه الآن هو أن ميليشيات الحوثي قامت بتحويل ما لديها من أموال بالريال اليمني إلى دولار. نعم فقط من أحد البنوك اليمنية أخذت 400 مليار ريال. من جميع البنوك بما فيها البنك المركزي أخذت ما يقارب حوالي 3 تريليون ريال، قامت بتحويلها جميعا إلى الدولار. طيب هذا التراجع أو يعني إذا ما استمر الحال على ما هو عليه الآن، إلى أين سيصل سعر الريال كما تتوقع؟ دعني أكون صريح معك، ما قامت من تحويله إلى الدولار يصل إلى 15 مليار دولار. يعني لا ينفع مليار دولار وديعها أو 2 مليار أو 3 مليار. يجب الآن القيام بصراحة بتغيير العملة، وأتكلم بصراحة فيها من فترة طويلة. يجب أن يتم تغيير العملة بعملة جديدة مثل ما عملت تركيا عندما حصل تضخم كبير وقامت بإلغاء العملة القديمة وعمل عملة جديدة، أو السودان أو دول كثير حول العالم عندما تحصل عملية فوضى في السوق المالية تقوم بعملية إصدار عملة جديدة، وهذا ما صراحة مطلوب أن يتم. يعني أنت تتحدث عن عملية تقييم إعادة تقييم للعملة، لكن في ظل وضع غير مستقر بداخل البلاد سواء من الناحية السياسية سواء من ناحية إدارية عسكريا، حتى الوضع متأزم، كيف يمكن عمل إعادة تقييم وفقا لهذه الأوضاع؟ دعني أكون صريح معك، الجميع لا يستلم مرتبات، الجميع لا يستلم مرتبات، فما هو المانع من عملية تغيير العملة؟ لماذا يعني ما هي الفائدة أن يصل الانهيار إلى 500 ريال للدولار أو 600 ريال؟ وارد الموضوع البنك المركزي فارغ لا يجد فيه أي شيء. يجب ايضا الدوله ان تقوم بعمل تحصيل الضرائب، تحصيل الجمارك، ولكن الاهم هو تغيير العمله. نحن نتكلم عن نظام فاسد. طيب كيف سينعكس استاذ عبد الكريم، يعني حتى يفهم المشاهد اكثر، كيف سينعكس موضوع اعاده تقييم العمله او كيف سيتم، وما هي الاليه التي يتم عاده وفقا لها، وكيف سينعكس على المواطن بشكل مباشر؟ اولا ابلاغ البنك الدولي بان هناك فوضى في السوق المالي في اليمن، وان هناك تقارير بان هناك اموال قطعت، وهناك بصراحه حديث بان ايران تقترب مطبعة النقود،
وقامت بتزويد الانقلابيين بنقود بالريال اليمني بعد في الطائرات اللي كانت تاتي من ايران الى صنعاء بعد انقلابهم مباشره بمبالغ فلكيه وتم تحويلها الى الدولار. يجب عليهم اطلاق صندوق النقد الدولي بانهم سوف يقومون بعمليه التغيير. بالنسبه لعمليه وداعها اليمنيين في البنوك وما يتكلمون عنها هي جميعها مسجله ولا تتجاوز المبلغ كله 2 مليار دولار. نحن نتكلم على اقتصاد دوله، في اقتصاد الدول مبلغ مليار او 2 مليار دولار بصراحه لا شيء. عندما يكون نتكلم على دوله بحجم اليمن نتكلم على مليار او مليارين دولار هي ليست حل مش فهذا غير صحيح. يجب الان عمليه تغيير العمله قدر المستطاع وبعدين صرف الامور الثلاث. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معي استاذ عبد الكريم. ينضم لنا الان من القاهره رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي الاستاذ مصطفى نصر. اهلا بك استاذ مصطفى. اهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. اهلا بك استاذ مصطفى. انت كتبت في صفحتك الشخصيه على الفيسبوك تساؤلا بهذا النص تحديدا، لماذا يبدا التدهور في سعر الريال في عدن وليس في صنعاء وليس في عدن؟ نحن هنا الآن نطرح عليك نفس التساؤل، لماذا يحدث ذلك؟ أنا أشرت إلى أنه الأسباب السبب المنطقي الاقتصادي المنطقي أن عملية التحسن النسبي الذي حدثت في عدن وحضرموت ومأرب سواء كان بصرف المرتبات أو فيما يتعلق بتحسن الاستيراد هذا يستدعي أن يكون زيادة الطلب على الدولار وبالتالي يتراجع سعر الريال مقابل الدولار جراء هذه الزيادة في الطلب. لكن للأسف الشديد أن الزيادة تحدث في صنعاء رغم حالة عدم تسليم المرتبات وحالة الفقر المتفشية هناك، فالأمر يعزى إلى أن هناك مضاربة عالية على الدولار، بمعنى أن هناك افتعال لأزمة تعمل على زيادة سعر الدولار مقابل الريال، وهناك يعني إخفاء مقصود يتم من خلاله عملية المضاربة، وبالتالي هناك ناس يقفون وراء هذه العملية لمحاولة الإثراء غير المشروع، إضافة إلى طبعا إلى استغلالا للأسباب الطبيعية المتمثلة بأنه هناك حالة من توقف عائدات العملات الصعبة من الدولار والعملات الصعبة الأخرى جراء توقف تصدير النفط وأيضا توقف المساعدات والمنح الخارجية، وهذه القضية ليست جديدة وإنما هي منذ عامين وتفاقمت خلال الفترة الماضية جراء استنزاف الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية وجراء أيضا يعني استنفاد كل الإمكانات وموارد البلد من النقد الأجنبي خلال العامين الماضيين. هذا الأسباب المنطقية لتراجع الريال كانت يعني لم تحدث الضرر الذي حدث الآن جراء لأن هناك أزمة سيولة فعملت معادل طبيعي بحيث أنه قلة السيولة لم تؤدي إلى حركة في النشاط التجاري وبالتالي تراجع الطلب على الدولار إلى حد ما، لكن عملية التراجع في سعر الريال كانت متوقعة لكن ليس بهذا الشكل الكبير والمتسارع. هذا الانهيار الكبير والمتسارع أعتقد أنه أزمة مفتعلة وهناك مضاربين يسعون إلى هذه العملية عن قصد. طيب استاذ مصطفى، الان الامر هذا الا يمكن ان يكون هناك نوع من التحكم عمليه كنترول عليه من قبل الحكومه الشرعيه من قبل البنك المركزي الذي يتواجد كسلطه في عدن؟ هناك العديد من المتطلبات التي يفترض ان يتم القيام بها. اولا قبل ان نتحدث عن المتطلبات هناك واقع مأساوي في مسألة وضع البلد من العملات الصعبة. كانت البلد تمتلك احتياطي نقدي من العملات الأجنبية بحدود 5 مليار دولار، هذه تم استنزافها وما تبقى هو في حدود 700 مليون دولار، وهذه بعضها أيضا لدى مصارف دولية وبالتالي حتى قدرة الحكومة على التحكم فيها صعبة للغاية، بمعنى
أن الحكومة الآن والبنك المركزي سواء كان الإدارة الحالية في عدن أو حتى قبل نقله هي لا تملك شيء، وبالتالي هناك حالة تصدير للعملات الأجنبية الصعبة التي داخل البلد. ما تبقى من إيرادات العملات الأجنبية فقط هو موضوع تحويلات المغتربين وعائدات والمساعدات أو التحويل النقدي للمساعدات الإنسانية، وهذه محدودة ولا تغطي احتياج البلد من النقد الأجنبي. لكن هناك متطلبات، فهذا الواقع ورثته الحكومة، وهو جراء عملية الاستنزاف التي حدثت خلال العامين من قبل جماعة الحوثي وصالح خلال الفترة الماضية، وهذا الأمر معروف للناس جميعا. لكن ما الذي على الحكومة وتحديدا على البنك المركزي عمله؟ هناك عدة متطلبات يفترض أن يتم البدء فيها. أولا لابد من السيطرة الكاملة على إدارة السياسة النقدية في البلد، بمعنى أن البنك المركزي يفترض أن يبدأ بتفعيل إدارته للجهاز المصرفي اليمني، وبالتالي يتحكم بالنقود الأجنبية التي تدخل وأيضا التي تنفق عبر البنوك وطريقة إدارتها في السوق المصرفي اليمني، سواء كان عبر موضوع فتح الاعتمادات لاستيراد المواد الأساسية أو موضوع عملية التحويلات وغيرها، وبالتالي إدارة هذه المسألة. النقطة الثانية هي موضوع ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز، هذه مسألة ضرورية لتوفير كمية من النقود الأجنبي بحيث تغطي موضوع الاستيراد، لأنه كما تعرف أن اليمن تستورد 90% من غذائها من الخارج، وبالتالي هي بحاجة لعملة صعبة لكي تستورد هذه الاحتياجات من الخارج. طيب هذه النقطة الثالثة نعم تفضل أكملها. نعم، النقطة الثالثة موضوع لابد أن تسعى لدى دول الخليج ودول العالم الداعمة والراعية لعمل ودائع نقدية لدى البنك المركزي بالعملة الصعبة بحيث يغطي جزء من الاحتياج. وهناك سلسلة من الإجراءات يفترض يتم البدء فيها، موضوع الاستفادة من التحويلات والدعم سواء كان العسكري أو المدني للمرتبات وغيرها التي تدخل البلد، كيف يمكن الاستفادة من هذه الأموال وترتيبها، أيضا استئناف عملية الصادرات حتى غير النفطية، تنظيم موضوع تحويلات المغتربين وتهيئة الجهاز المصرفي وإعادة الثقة في الجهاز المصرفي. هناك عدة إجراءات بما فيها أيضا الاجتماع مع القطاع الخاص والبنوك لوضع تدابير ومعالجات لكي لا يحدث هذا الهلع على شراء النقد الأجنبي، وبالتالي إحداث هذه الأزمة التي نراها حاليا. هذه بعض الخطوات التي يفترض أن يتم البدء بها. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ مصطفى. أعود إلى السيد عبد الكريم العواضي. سيد عبد الكريم، الآن الاستجابة التي تراها من قبل الحكومة، هل هي تعمل وفق ما هو متاح لها، أم أن هناك وفقا للإمكانات والخبرات التي لديها المجال لعمل بشكل أكبر وأكثر فعالية على المستوى البعيد؟ ما أكون صريح معك، البنك المركزي إدارته ضعيفة. 6 أشهر كان مفروض أن يتم نقل جميع إدارات البنوك إلى عدن ويتم مراقبة جميع عملياتها، لم يتم. ما زال هناك بنك في صنعاء وبنك في عدن، هذا بالنسبة للحكومة. فيجب نقل جميع البنوك المركزية وإيقاف جميع عملياتها في خارج اليمن. 6 أشهر كان المفروض أن يتم نقلها إلى عدن وكبح جماع عملية الصرافات، بالإضافة إلى أكثر شركات الصرافة أن يتم نقل فروعها الرئيسية إلى عدن. هذا الشيء لم يتم أولا. الشيء الثاني، دعني أوضح بس موضوع الاحتياط اليمني. علي عبد الله صالح لم يسلم عندما سلم الحق كان من يقارب هناك 700 مليون دولار فقط. تم وضع وديعة سعودية، ثم في حكومة باسندوا تم تفليت تقريبا ما يقارب 1.5 مليار دولار. الميليشيات أخذت هذا المبلغ وقامت بسحب جميع النقد الموجود في البنوك، ما يقارب حوالي 2.5 تريليون دولار، يعني ما يقارب حوالي 15 مليار دولار بس بالريال اليمني. 2.5 تريليون دولار قامت بأخذها من جميع البنوك عن طريق البنك المركزي سندات ذو خزانة، وقامت تحويلها للعملة الصعبة. الانهيار كبير، الحل الوحيد هي عملة جديدة بصراحة، هذا الذي أراه وتكلمنا فيه بصراحة مرات كثيرة. سوف يستمر الانهيار وسوف تستمر العملية وقد 6 دولار إلى 500 ريال.
طيب يعني بسؤال أخير سيد عبد الكريم، وبطبيعة الحال من هذه الأرقام أنت لديك المسؤولية عن صحتها بكل الأحوال، كيف يؤثر وجود بنك أو فرع للبنك المركزي في صنعاء باعتبار البنك تم نقله على الوضع الاقتصادي في البلد؟ ما زالت البنوك جميع إداراتها العامة في العاصمة صنعاء وتتعامل مع البنك المركزي، وما زالت هناك عمليات مصرفية تتم في العاصمة صنعاء، وما زال نظام السوفت ما زال في العاصمة صنعاء، ما زالت إدارة الأنظمة في العاصمة صنعاء، ما زالت شركات الصرافة والإدارة العامة شركات الصرافة في العاصمة صنعاء، وما زال هناك مبلغ أكثر من 2.5 تريليون ريال يمني أخذتها الميليشيات ما زال موجود في العاصمة صنعاء. فالمشكلة هي عملية جديدة نعيد البناء من الصفر. هل الميليشيات لم ترضى؟ وهنا بصراحة مصلحة المواطن. فالحل هو بصراحة الكيف. عملة جديدة إلزام البنوك بنجل إدارتها وإكفاء جميع عملياتها في الخارج. إذن أشكرك الأستاذ عبد الكريم العواضي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، وأعود إلى الأستاذ مصطفى نصر. أستاذ مصطفى، يعني أنت حدثت عن عدد من النقاط كمعالجات للوضع المالي في البلد يجب أن تتخذها الحكومة، لكن على يعني كانعكاس من قبل المواطن، كيف سيؤثر هذا الانهيار الموجود والحاصل الآن والذي يتوقع أن يستمر على المواطن؟ متى سيشعر به بشكل أكبر من وجهة نظرك؟ طبعا هذا التراجع في سعر الريال مقابل الدولار هو ينعكس بصورة مباشرة على المواطنين، وهذا الانعكاس يحدث لأنه بنفس النسبة التي تحدث للتراجع في سعر الريال هي تضاف مباشرة بنفس النسبة كارتفاع في سعر السلعة، لأنه السلعة تستورد بالدولار ولا تستورد بالريال اليمني، وبالتالي عندما يشتري التاجر سعر الدولار ب 250 هو يتعامل أو يبيع السلعة على هذا الأساس، وعندما يشتري الدولار ب 400 هو في كل الأحوال يحسب هذا القيمة على المواطن، وبالتالي الانعكاس المباشر واضح أنه يتحمله المواطن بدرجة أساسية، وهذه كارثة بكل المقاييس على المواطنين، وستكون تبعاتها كبيرة على مستوى الفقر وأيضا على زيادة حالة المجاعة لدى شرائح كبيرة من المجتمع. طيب يعني هذه نعم تفضل. هذا التأثير المباشر، ولذلك نحن نقول أنه يفترض أن الحكومة يعني تعيد يعني النظر في موضوع إدارتها للشأن الاقتصادي وتفعل من أدواتها. أنا أتفق مع الأخ عبد الكريم، مع الدكتور عبد الكريم في موضوع ضعف فعلا أداء البنك المركزي حتى الآن. لابد أن يكون هناك إدارة فعالة، أن يجتمع بكل الفاعلين سواء كانت البنوك، وأن يبدأ بإدارة نشاطها الاقتصادي. من غير المعقول أن يظل البنك المركزي في عدن، وما زالت البنوك الرئيسية بما فيها البنك الذي هو حكومي ويفترض أنه تابع للحكومة ما تزال إدارته الرئيسية في صنعاء وهو كاك بنك. فهناك ضعف أداء قد يعني أنا يعني واحدة من المقترحات أنه قد يتم اللجوء لإصدار عملة جديدة، لكن العملة الجديدة يعني أيضا كلفتها كبيرة وتحتاج إلى إدارة قوية تستطيع فعلا أن تسحب السابقة وأن تضمن أن لا يحدث يعني إشكالات كبيرة مرتبطة بعمل عملة جديدة. طيب حتى نفهم كيف يمكن أن يكون هذا الحل مؤثرا بشكل كبير، يعني في حال كانت الأرضية متاحة أو ممكنة له، كيف يمكن أن يعني يكون حل طبع عملة جديدة مفيدا للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة؟ هناك تجارب لبعض الدول، وآخرها كان في الهند في موضوع تغيير العملة عندما حدث اكتشاف تزوير كبير، وهي أعتقد واحدة من المعالجات ربما لحالة النهب الذي حدث للريال اليمني وتخزينه خلال الفترة الماضية، وهو الآن الذي يؤثر بشكل فاعل في إحداث هذه البلبلة والأزمة الحاصلة الآن. لكن أيضا كان هناك كفاءة في موضوع سحب العملة السابقة وفتح نوافذ محددة لاستلام العملة السابقة، لأنه من غير المعقول أن تصدر عملة جديدة وتلغي كل السابقة، لأنه هذا سيؤدي إلى خسائر كبيرة. المسألة بحاجة إلى أن تبدأ بما هو موجود الآن.
على إدارة البنك المركزي وإدارة الحكومة أن تعقد اجتماع عاجل في عدن، أن تدعو مدراء المصارف الرئيسية وتتفق مع أيضا البنوك ومحلات الصرافة والتجار لوضع المعالجات اللازمة في 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 ظل يعني هذا التراخي. لا يمكن أن نقول أن هناك إجراءات يمكن أن تحدث نحو التحسن ما لم يتم هذه الإجراءات. لابد أن تقوم الحكومة بدعوة هذه الأطراف وتبدأ أن تمارس دورها، أن تنظم عملية استيراد السلع والبضائع وأيضا عملية استيراد المشتقات النفطية وغيرها بالطريقة التي تضمن عدم حدوث مضاربة على سعر الدولار، وأيضا بما لا يضمن أيضا شحة المواد وبالتالي إحداث أزمة فيما يتعلق بالسلع الغذائية. إذن أشكرك أستاذ مصطفى النصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل كمال حيدر منتج البرنامج، كما هي موصول لكم من جميع أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.